نور المشاكل. يمكن هي الكلمة بتتردد على مسامعنا وعلى لساننا باليوم القصير أكثر من 10 مرات، لكن المشكلة بتختلف من شخص لآخر. كتار من الأشخاص بيشعروا بأنهم بمشكلة كبيرة كتير بالوقت نفسه بينظروا لها أو بينظر لها الغير على أنها هي حدث عادي وطبيعي. سلمى، وكتعريف للمشكلة فهي وجود انحراف عما هو مخطط. اليوم موضوعنا عن المشاكل وأنواعها وما أساليب حلها مع الدكتورة لبنى بشارة، مديرة التنمية في وزارة الثقافة. يسعد صباحك. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. أهلا. الله لا يجيب المشاكل إن شاء الله. الله يجيب. خلينا بالبداية نعرف الناس شو هي المشكلة أو تعريف المشكلة. المشكلة هي أي موضوع نحن ما قدرنا نحققه، أو نحن بوضع طبيعي موجودين بس بدنا نحسنه. فمعناته إذا اعتبرنا الوضع الطبيعي هو هي المنطقة، فنحن يا منكون بوضع أقل منه ففي عنا مشاكل بدنا نحلها لنوصل للطبيعي، أو نحن بالوضع الطبيعي بس بدنا نطور حالنا، فنحن منقول عنا إشكالية بتصير أو قضية بدها حل. موضوع نكون بالوضع الطبيعي وبدنا نطور، لأنه نطلع من المشكلة للطبيعي أو من الطبيعي للأفضل المتطور، الاثنين بنتعامل معهم بنفس الآليات، فمنعبر عنهم بأنه هن مشكلة أو قضية. لهذا التعريف العلمي. تمام. التعريف اللي نحن بنعرفه اثنين تخانقوا مع بعض ما اتفقوا بالرأي صار مشكلة. تماما. أو يمكن كمان بنقول أنه أي شيء صار مشكلة، يعني هلأ مثل ما قلنا بالبداية أنه فعلا هي الكلمة صارت مكررة بنهار أكثر من 10، أنه أنا بمشكلة ما عم تنحل معي. فعليا التعريف الصحيح، يعني نحن هلأ عرفناه علميا، بس نحن لما نقول فعلا نحن في مشكلة أو في ورطة، يعني أبسط للمشاهدين إذا فينا نقول. تمام. هو وجود أي عائق ما بيخليني كمل مسيرتي مثل ما أنا بدي، ما بيخليني أكون مرتاح، ما بيخليني حقق اللي بدي إياه، ما بيخليني أكون سعيد، ما بيخليني أعرف أتواصل. يعني كونه المشاكل بتدخل بكل مجالات الحياة، فهي أي عائق بيوقف بوشنا لما نقدر نكفي. شو بدنا نكفي؟ نحن شو منحب؟ شو الهدف اللي بدنا نوصله؟ هي معناته المشكلة. طيب لهيك دكتورة لبنى خلينا نحكي شوي عن أنواع المشاكل اللي بتصادفنا بشكل عام. المشاكل كونه هي داخلة بكل مجالات الحياة فإلها كتير تصنيفات. في عنا المشاكل البسيطة اللي نحنا منقدر نحلها مباشرة، هي بتكون بتتكرر معانا باستمرار. مثلا أنا اليوم تأخرت على الشغل، أنا فرضا ما لحقت أعمل شيء، هذا الشيء اللي عم بيصير معنا بشكل متكرر ومستمر، هذا حلوله بسيطة وحلوله فردية بتكون، ما بدها كتير ناس يشتغلوا مع بعض لحتى يحلوا هذا الموضوع. أما في عنا المشاكل الكبيرة اللي بتكون مؤثراتها أو العوائق مو بإيدي، يعني تأخيري بإيدي، أنا ما عم في، أنا عم بتأخر باللبس، أنا ما عم بدرس لحتى مثلا حصل علامات أعلى بالمدرسة، هدول مشاكل ذاتية بيكون الحل بسيط، الحل من عندي. أما المشاكل اللي بيكون المؤثرات اللي هي بتمنعني من وصل للموضوع اللي بدي إياه بتكون هاي المؤثرات خارجية، هون أنا يفترض أنه لاقي طرق، اتعلم تقنيات، اتعلم مهارات لتساعدني بحل هاي المشاكل. فهون بتصير الموضوع بده تركيز أكتر وبده تفكير أكتر. لما يكون الموضوع مرتبط بمصير مستقبل شخص، هو ممكن يسافر ليدرس ولا يدرس هون، هذا بده تفكير شو هو المزايا اللي بده يحصلها وشو بده يخسر إذا راح من هون. فالمواضيع البعيدة المدى لتأثيرها مستقبلي هي بدها تفكير أكتر. كمان في عنا نوع، معناته هي المواضيع حسب الأهمية صنفناها. في تصنيف تاني حسب قديش هي ملحة أو عاجلة. يعني مثلاً أنا صار عندي مشكلة اليوم بالبيت فأنا هلأ بدي حلها، يعني هذا الشيء طارئ صار. فالمشاكل في شيء طارئ، في معي وقت لحله. كمان منصنفها حسب الزمن تبعها وحسب الأهمية، إنه هي كبيرة عامة بتشمل كل الأسرة بتشمل كل المؤسسة، ولا مرتبطة بقسم بفرد، يعني بعامل واحد أو فرد من العائلة هو ما عم بيأدي مهامه بشكل جيد. فمعناته هي عنا 3 تصنيفات، فردية أو جماعية، وكمان نتيجة مؤثرات خارجية أو ذاتية، ومشكلات بسيطة أو معقدة اللي بتدخل فيها مجموعة عوامل بتأثر عليها.
فهي بشكل عام. وطبعا تصنيفات كثيره فينا نعد كثير حسب المجال، انه هي للاسره ولا للمجتمع ولا للعمل، ففي تصنيفات كثيره، هذا جزء بسيط منها. طيب دكتوره خلينا نتوقف عند حل المشكله. حل المشكله كيف بيكون؟ هل هو فعليا بيكون فطري او هو فعلا تراكم خبرات؟ يعني دائما بنلاقي اشخاص هن قادرين على حل المشكله اكثر من غيرهم، او قادرين على تحمل الصدمات والحل يمكن بشكل اسرع اكثر من غيرهم. هو فعليا تراكم خبرات فينا نقول، او طبع او مهارات؟ تمام. هو يفترض يكون كل هاي الأمور. ليش؟ لأنه أنا لما أتعلم مهارات من اللي بدنا نحكي جزء منهم اليوم، فمعناته هي شغلة بقدر أتعلمها، فهي مكتسبة، هي مهارة. تمام. الشخص اللي بيكون صار له فرضا زمان عم بيشتغل بمؤسسة معينة وعم بيتخذ قرارات بالتخصص تبعه، بيكون عنده اكتسب مهارة. معناته هي مهارة مكتسبة، بناخدها نتيجة شغلنا، خبرة بالشغل، أو نتيجة تعلمنا لسلوكيات وأساليب تقنيات معينة، أدوات العمل يعني. أدوات معينة لحل المشكلات. وكمان بالإضافة لهدول العاملين هي بتكون موروثة. شلون؟ حل المشكلات حكينا سابقاً أنه في عنا طرق إبداعية، حكينا واحدة منهم هي عظم السمكة. عظم السمكة هو أسلوب إبداعي بتحليل المشكلة. تمام؟ فمعناته بدنا طريقة تفكير إبداعية. طريقة التفكير الإبداعية هي بتكون موروثة، ممكن نحن ننميها بس جزء كبير منا موروث. هي أولاً. ثانياً طريقة التفكير التحليلية، مو قلنا نحن الدماغ هو مقسوم لأربع أصناف أنماط من التفكير، فأسلوب التفكير الإبداعي بيخلينا نطور بالوضع والموقف اللي نحن فيه لحتى نحقق مزايا أكثر، لنحل مشاكلنا. هذا التفكير الإبداعي. التفكير التحليلي هذا الشيء الموروث، الجانب الموروث من موضوع حل المشكلات، بيخلينا نحلل المشكلة صح، فنعرف يعني بتكون الخطوة الأولى تحليل مشكلة لنقدر نحلها، فهو بيخلينا نقطع الخطوة الأولى بنجاح. فإذا موضوع حل المشكلات بيحتاج للمهارة المكتسبة، وبيحتاج كمان للشيء الموروث، وبنسب متفاوتة طبعا حسب المشكلة اللي نحن عم نواجهها. طيب دكتورة مثل ما حكيتي في أساليب متنوعة على حل المشاكل، خلينا نحكي شوي عن أسلوب 20-80. شو المقصود فيه وشو الطريقة المتبعة؟ أول شيء هذا الأسلوب قبل ما يطلع باحث الاقتصادي ويحكي بهذا الموضوع، هو لاحظ أنه موجود بالحياة الطبيعية. يعني نحن بحياتنا بنستخدم هذا الموضوع بدون ما نعرف، فراح هو حط الأسلوب بطريقة علمية. وهلأ بحكي عن أمثلة كثيرة بحياتنا بتمرق فيها هذا الأسلوب، حتى مشان نحن نقدر نستثمر الموضوع بطريقة أفضل لحل المشاكل. شو معناته؟ العشرين هي السبب وهي الدوافع والمؤثرات، الثمانين هي النتيجة، هي الأثر. طيب شو معناته؟ لنقول أنا بالعمل عندي 20% من العاملين هن اللي بيعطوني 80% من نجاح المؤسسة. فالسبب 20% من ناجحين الفاعلين، النتيجة 80% نجاح. طيب بالمنزل شوفوا قديه المجالات متنوعة بكل الحياة. نحن بالمنزل المساحة اللي منحجزها يعني منستخدمها بشكل دائم هي 20% من مساحة المنزل، منقعد فيها 80% من الوقت تبعنا. ف20% هي المساحة المستثمرة فعليا. هلأ ما فينا طبعا نستغني عن الكمالة، لكن بيكون استخدامنا لها كتير بسيط. الكمالة مثلا الطالب لما يدرس، فرضا درس هو 10 ساعات، تبين نتيجة الدراسات انه ساعتين منهم هن اللي عطوه 80% تركيز، وعطوه 80% الافكار اللي علقت وفهمها وممكن يطبقها بالحياة. تمام. طيب هلا هي موجودة بالواقع وكلنا بنستخدمها وبكل مجالات الحياة. طيب كيف نحن بدنا نستفيد من هي التقنية لحتى نحن يعني نتعلم شيء جديد، نحل مشاكلنا بطريقة باريتو اسمها؟ 20-80 هي أسلوب باريتو. نحن منقول هال20% الفاعلة لازم أنا ركز جهودي عليها. لما ركز جهودي بالخطوة الأولى على 20% بكون أنا حققت 80% نجاح. هلأ
بكمل بعد هذا النجاح وأنا مرتاح، يعني بعد 20% اللي استثمرتها بكمل بالثلاثين وأربعين بكون أنا مرتاح. ليش؟ لأنه لقيت النتائج بسرعة أكتر، بفاعلية أكتر. هلأ شو فائدة هي الطريقة؟ هي بتوفر لي الوقت، لأنه قلنا بالفترة قصيرة حققنا نتائج كبيرة، سواء بالدراسة أو بالمؤسسات أو بالبيت، بأي شيء بالحياة. فوفرت من الوقت ووفرت من الجهد. بالإضافة لهيك، مثلاً نحن بنعرف أشخاص كتير بالحياة، منلاحظ أنه 20% من الأشخاص اللي بنعرفهم هنن بقضي معهم 80% من الوقت. طيب بطريقة تانية، 20% من الأشخاص اللي بعرفهم بنبسط معهم، يعني حجم السعادة تبعي بيكونوا هنن مؤثرين فيها 80%. طيب هلأ هذا الحكي كتير تمام على تقسيم الأشخاص وتقسيم الأماكن وتقسيم العمل و و و و كيف أنا بستخدمه بحل المشكلة؟ يعني أنا إذا بدي أجيب مشكلة شو بعمل فيها 20% وشو بعمل فيها 80%؟ تمام، مثلا عندي أنا مؤسسة عبتعاني من انخفاض أداء العاملين فيها، تمام؟ بالتالي عم ينعكس على النتائج تبعها أنه هي ما عم بتحقق أهدافها، ما عم بتعمل مثلا كمية إنتاج معينة بالشهر المطلوبة. فشو بيعملوا؟ بيقولوا أنا مين عندي الأشخاص الفاعلين؟ مين العشرين بالمية المنتجين اللي بيحملوا لي العمل، بيرفعوا لي من طاقة المؤسسة؟ بيجي بركز عليهم بالفترة الأولى، تمام؟ فمعناته أنا ركزت جهودي على 20% لحتى هن نحلوا لي 80% من المشكلة. كمان فرضاً عنا مشكلة تدني مستوى التعليم. لما حكينا وشرحنا كتير أنه في إلى مجموعة من الأسباب، لقينا أنه في عنا فرضاً 10 أسباب، وبيتفرع منها الأسباب بعظم السمكة كمان، لقينا كتير فروع، تمام؟ طب شو بيفيدني أسلوب باريتو اللي هو 20-80؟ بيقول لي لا تحلي كل المشاكل، خدي 20% الفاعلة، تمام؟ فهو وجهني لوين روح بحل مشكلتي، قال لي بتروحي لهون، لأن هدول اللي إلهم بالتأثير على النتيجة. فأنا بلش بالشي اللي بيعطيني النتيجة الأكبر، تمام؟ فهون وجه لي تفكيري أنه ما تاخديهم كلهم، مثل وقت قلنا أنه نحط أولويات، فحطينا أولويات للمشاكل كيف بدنا نبلش بحلها. فمنحل هال20% وبعدين منتقل للمشاكل الثانية اللي ممكن تنحل معنا. هلأ بدي بس نوه لقصة كتير مهمة، أنه العشرين 80 هي مو نسبة دقيقة 100%، لكن هي نسبة تقريبية. مثل وقت نقول عن الربع ساعة بتنظيم الوقت، عطي ربع ساعة لكل شيء، أو مبدأ الربع ساعة مشان نحن نكون شاملين بالحياة. هذا مبدأ بيقصدوا فيه إنه اعمل كل شيء، ما تروح شيء على نفسك، لأنه بيلزمنا لنطور ذاتنا كل شيء بالحياة. هذا المبدأ نفس الشيء، 20-80 مو هي نسبة ثابتة، ممكن تكون 30-70 أو 25-75، لكن هي النسبة تقريبية وهي كتير مؤشر قوي لإلنا ليوجهنا. فهي بالبداية توجيهنا بحل المشكلات، هي الطريقة البسيطة، لكن نحن ما لنا ببساطة منقدر نحدد هدول الأشخاص الفاعلين، لأن هذا بده بحث، بدنا نحن نشوف مين هدول العالم، شو تاريخهم المهني إذا عم نحكي على مشكلة انخفاض الأداء أو الإنتاجية بالعمل، شو أداءهم المهني السابق، بناء عليه نحنا منحددهم. فهي ما نقصة كتير سهلة لحتى نحنا نحدد 20% الفاعلة. فبينطلق مبدأ باريتو من أنه وفر الجهد ووفر الوقت بأنك تختار 20% الفاعلة لتحقق أفضل النتائج، لكن لا تترك باقي 20% منشتغل عليهم بعدين، بيكون معانا وقت أكثر على مهلنا منشتغل فيهم. تمام. طيب دكتورة، يمكن نحن رح نحكي بحلقات قادمة عن أساليب عديدة لحل المشكلات، بس فعليا قديش فيني يمكن نفس هيدا الأسلوب ضمن الأسرة؟ يعني نحن عم نحكي مثلا أسرة بسيطة في المجتمع، نحن عطينا أمثلة مثلا عن مؤسسات أو جهات عن قطاع واسع، بس قديش فعليا أنا فيني بسط هاي الفكرة أكثر للمشاهدين؟ عم نحكي عن مشكلة بسيطة بالعيلة نوعا ما، إذا فينا رح أحكي عن مشكلة الدراسة، لأن كل الأسر عندها عم يعلمنا هلأ، لأنه هلأ موعد امتحانات للكل. كيف ممكن يستفيدوا ويستثمروا هذا الموضوع؟ بيجي الطالب عنده المقرر كله، المنهاج هو لنقول 100% لازم يدرسه كله. طيب هو ما عنده وقت أو هو مضغوط نفسيا، شو لازم يعمل بالبداية؟ يعمل ملخص لإله، فهو يقرأ قراءة سريعة، يحط
رؤوس أقلام على ورقة منفصلة بيكون شو عمل؟ التلخيص هو 20% من الموضوع تمام؟ لكن هو بده يعرف شو هذا التلخيص المهم، 20% الفاعلة من المقرر. من وين ممكن يعرفها؟ بيعرفها من أسئلة الدورات، بيعرفها من الأسئلة المتكررة، بيعرفها لما يلاقي هذا الموضوع كتير أخذ حيز بالمنهاج وفيه تفاصيل مهمة ممكن ترتبط معنا بالواقع. فمعناته في مؤشرات معينة بتقللنا إنه هذا المقرر في 20% منه هو المهمة. هلأ منلاحظ بالكتب العادية، مو كتب المقررات الدراسية، بيحطوا لنا مثل خلاصة عن الموضوع بمقالات معينة أو مقدمة عن الكتاب. هي المقدمة هي 20% بتعطينا فكرة عن الموضوع، طبعاً ما بتخلينا نفوت لكل تفاصيله، لكن أخذنا فكرة عامة. هي بمقالات أو بالكتب لنقول الأدبية أو العلمية الخارجية اللي مو بالمناهج الدراسية. بالدراسة بنعمل ملخص على جنب، بنكتبه كتابي. ليش؟ لأنه الكتابة بتنطبع بالذاكرة البصرية، فبيصير في عنا ذاكرة بصرية عن الموضوع اللي نحن كتبناه، وبنكون شغلنا أكثر من حاسة من الحواس تبعنا، اللي هي إنه الكتابة والنظر، وممكن حتى نقرأ ونحن عم نكتب، فبنكون عم نسمع حالنا. بهذا الوقت اللي كتبنا وحكينا وسمعنا صوتنا منكون استثمرنا وقت تمام؟ فخففنا من الوقت اللازم لدراسة هذا المقرر لما حطينا ملخص وحطينا ألوان. كمان الألوان بتساعدنا على الحفظ أكثر. فمعناته نحن منبلش بالعناوين العريضة بملخصات بألوان بصوت بذاكرة ذهنية بصرية تمام. بعدين بس يزيد معنا وقت منفوت على تفاصيل المقرر، هيك بتساعد الطالب كتير لأنه هو يكمل بدراسته. الدكتورة لبنى بشارة مديرة التنمية في وزارة الثقافة، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا. شكرا لك، وأكيد بحلقات قادمة حنحكي عن أساليب تانية، ومثل ما قلنا بالبداية نور إن شاء الله ما في مشاكل إن شاء الله.